أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا الآن هي من المغرب، قصة هيك قصة حلوة. على كل حال راح تعرفوا كل تفاصيلها، ولكن بعد ما نستقبل صاحبة المبادرة سلمى مرتجى. أهلا بسلمى، تفضلي تفضلي سلمى. مالك هيك زعلاني وفايتي وداخلي وقصتك ما فيها شيء يعني؟ شوية توتر. شوية؟ متوترة شوية؟ اه. خايفة من الناس، من الجمهور، من الكاميرا؟ لا. ما تخافيش. سلمى كانت مخطوبة. ظلت مخطوبة سنتين لشاب. تخرج معاه وتجي، بعدين اكتشفوا الأهل، قالوا لها والحكي والأهل بين بعض إنه خطيبها هو أخوها في الرضاعة. لذلك من دون ما يقولوا لهذا الخطيب، سلمى انسحبت وتزوجت ابن عمها. سلمى حاليا متزوجة، ولكن خطيبها السابق تعبان، وهني عارفين انه تعبان، هي عارفاني. امه تتواصل مع سلمى بتقول لها يا سلمى لازم توضحوا له انه سبب زواجك من ابن عمك مش خياني لخطيبك، خطيبك اسمه عبد الرحيم كان السابق، بقى مش خياني، ولكن لأنه اكتشفنا أنه هو أخوها بالرضاعة. طيب ليش لما تركتيه ما قلتي له هالكلام؟ أنا ما قدرتش نقول ليه، حيت أنا دبيت مع الأهل ديالو، كان أصلا كل شيء خايف من ردة الفعل ديالو، قالوا لي أنه غادي يتدمر، وما قدرتش أني نقول ليه. بتدمر أكثر إذا كان عرف رحتي خدتي واحد غيره يعني، وانفصلتي عنه من دون سبب. ما كانش غادي يتقبلها، حيت هو كان كيبغيني بواحد الطريقه اللي بزاف، كان كيبغيني بجنون. ما قدرتش نقول ليه، فكرت اني نمشي نتزوج بولد عمي ما نبقاش نشوفه. ولكن انا فكرت ملي عاودت للزوج ديالي بالمشكل اللي عندي، هو اللي ساندني وجيت للبرلمان باش نلقى واحد الحل، باش نيتا هو نقول لي اشنو عندي باش. ليه عم تبكي؟ تفضلي. ليه عم تبكي؟ انت قصدتي تيجي على استوديو عشان توضحي الامر مع خطيبك السابق مع عبد الرحيم. بغيت نبين ليه لاني انا ماشي خليته على قبل الفلوس، ولا خليته حيت انا ما كنبغيش، ولا لا، انا بغيت نوضح ليه حيت انا كنهضر مع الام ديالو وكتقول لي بانه هو حالته تدهورات، ما بقاش ديك عبد الرحيم اللي كنت انا كنعرف. انا ما بغيتوش يقول ان سلمى كذبت عليه، ولا انها عمرها ما بغاته، ولا داك الشيء علاش جيت انا هنا. بس هيك يعني، بس جاي توضحي له الامر حتى يرتاح هو، ما في شيء يعني. ما في ليش انا خليت. طيب ومن ذلك الوقت من سنتين الى اليوم ما شفتوا بعض؟ لا، ولا تواصلتوا ولا اي شيء؟ لا، انا كان ندير غير مع الوالده ديالو وكان نسمع اخبارها من عنده. خلاص. والله يعني قصتكم غريبه، بس وجهنا له الدعوه لعبد الرحيم. خلينا نشوف سوا إذا كان وافق وإذا كان رح يجي. أهلاً أستاذ جورج، إحنا الآن كنتواجدوا بمدينة الصدى البيضاء، العاصمة الاقتصادية بالمغرب، وغنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديال عبد الرحيم بن عبيشة باش نسلموه الدعوة ديالو. أجيو معايا نشوفوا واش كاين. أستاذ جورج، حنا دابا في الحي اللي كيتواجد به عبد الرحيم بن عبيشة، وغنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديالو باش نسلموه الدعوة ديالو. أجيو معايا نشوفوه واش كاين. عبد الرحيم بن عبيشه. وهذا عندك محل ديال كراء السيارات والبيع؟ ايه عندي محل. معك رجاء سالم من برنامج الاستاذ جورج قداحي. الاستاذ جورج
بعث لك هاد الدعوه هادي للحضور. ممكن نعرف هاد الدعوه ديالاش؟ هاد الدعوه البرنامج ديال الاستاذ جورج جديد وبغاوك باش تكون معاهم ان شاء الله. مرحبا. ولكن ما فهمتش كتصوروا الكاميرا؟ هاد الكاميرا وهادشي كله باش الاستاذ جورج يعرف باللي راه حنا وصلنا لك الدعوه ديال الحضور ان شاء الله باش تمشي عنده البرنامج. بالنسبه للطياره و التكاليف ديال الاوتيل، التكاليف ديال السفر، كلشي على حسابهم نتايا، كيبقى لك غير تمشي وتشارك في البرنامج. مرحبا. صافي. والبرنامج كيبقى مفاجاه حتى تمشي ان شاء الله تما وتعرف. ماشي ان شاء الله يا سيدي. شكرا. يلا طريق سلامه. شكرا. شكرا بزاف. القصة اللي معنا من المغرب مثل ما شفنا قبل الفاصل، اجت صديقتنا سلمى جاي لحتى تقول لخطيبة السابق اللي تركته وتزوجت ابن عمها بعد منه انه هو كان اكتشفوا هي والاهل وجميعا اكتشفوا انه هو اخوها بالرضاعة، بقى لذلك انفصلت عنه من دون ما تقول له وما حدا قال له، قال كانوا خايفين عليه. رح نشوف هلا، هو قبل الدعوة مش عارف شو فيه. عبد الرحيم اسمه، عبد الرحيم بينتظرنا بالخارج، صار وقت انه يتفضل، خلي يشرف. اهلا عبد الرحيم. اهلا، كيفك يا عم؟ الله يبارك فيك. والله اهلا وسهلا فيك. الله يوفقك. شكرا على مجيئك. طبعا الله يبارك فيك. كيف كانت هالرحلة؟ و كله مزيان ان شاء الله، ما فيش تعب؟ لا ما فيش. انت من وين؟ من كازابلانكا؟ ايوه من كازابلانكا. كازا، اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. عبد الرحيم، سالت لساعية البريد انه ايش بده مني الاستاذ جورج وانا؟ ايوه ضروري. مش هيك؟ ايوه. انت شو مفكر مثلا؟ فكر اني عندي دعوه للبلاتو اشوف الجمهور فيه. هذا واشوف الجمهور. الله يبارك. ما في شيء، اي ما تعطي الهم، كله تمام ان شاء الله. الله يبارك فيك. وتكون مكرم معزز والى اخره. بس هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. ايوه المسامح كريم. كريم. المسامح كريم. هذا البرنامج في ناس بيلجأوا لعندي لحتى انا ادعي ناس اخرين انه يجوا على الاستوديو مثل افضالك، مثل حضرتك، وانت مش عارف مين اللي دعاك. بس مش انا اللي دعوتك، حدا طلب مني انه ادعوك. دعوتك. بتحب تعرف من هو؟ اكيد. اكيد. هذا اللي دعاني وعايز يشوفني. ايه اهلا وسهلا. ضروري اشوفه مين هو يعني. مبين عليك انك انسان طيب. طلع بهالشاشه وهلا بتعرف مين. عبد الرحيم لاباس؟ عرفتها؟ ايوه عرفها. عرفتها؟ ايوه عرفها. سلمى. سلمى؟ ايه هي سلمى. وسلمى قبل ما تشوفك عم تبكي. بس انا مو شو عامل لها لسلمى انت؟ هي اللي ايش عامله لي هذا؟ مش انا اللي عامل لها. هي اللي عامله لي بزاف الحوايج، مش انا اللي عامل. نحكي، خلينا نحكي لانك رح تتفاجئ. رح بقرا لك الرساله تبعها وبتشوف شو عامله فيك. عم دراحيم لاباس؟ لحظه لحظه سلمى، الا ما تحكي انت. مستعجله كثير بدك تحكي روقي. بتقلك اخي العزيز عبد الرحيم، اخي مش حبيبي، انتبه، اخي. ندفع احيانا ثمن اشياء لم نردها، وهذه هي الحياه. وانا وانت دفعنا ثمن علاقه قديمه جمعت اهلنا، وليس في يدنا ان نغير الواقع. هذه الشيطان او الماضي. هذه الشيطان. ابروي شوي. والله انت شيطان. انت شيطان. اصلا انت سمحتي. سمحتي فيا بلا ما نبقاو نهضروا بزاف. انت اللي سمحتي. اما انا كبير على قبلك بزاف. انا خاصمت. خاصمت مع عائلتي. بدي اكمل الرساله. كل شيء على قبلي. بدي اكمل الرساله. سلمى. بديتك من الخاطر انا زعما كنت عليك عبد الرحمن. اقعد. اقعد. انا بدي اكمل لك الرساله. خليني اقعد. عادي يا سلمى. عادي انت خلاص ما تقومي بقى. يه شو هالقصة؟ انا فكر انه ما في خلاف. يه ليك شو بتقول لك؟ استاذ جورج هذه خلتني سنتين. يا اخي روش، يا اخي روش شوي. انا خليتك خليت خليني مسطح انا سنتين وانا انت لما تحكي خلاص. يا جورج هذه خلتني عامين وانا اسمع شوي بقاش تحكي، خليني اقرب الرساله بعدين نحكي انا وياك. روق بدي اكمل الرساله دي. خليني اكمل الرساله. بقول لك أنت تعرف أني كنت أحبك مثلما أحببتني، وهذا ما منعني من إخبارك بالحقيقة. في حقيقة
التي عرفتها وأخفيتها عنك أنا وأهلك خوفا عليك. اسمع الحقيقة هذه اللي تقول لي تجيب عمين هتجي تقول لي الحقيقة اليوم. إيه إيه اسمع. قال لقد لا ما كناش اسمع يا أخي. هي كدابة هي كدابة سمحت فيها يا أستاذ. روق شوي. لقد فضلت أن تظن أني خنتك عن أن أخبرك بالحقيقة، وكان هذا خطأي الوحيد الذي أعتذر لك عنه، وها قد أتيت اليوم لإصلاح أمام الناس. صحيح أنا متزوجة الآن، هي متزوجة ابن عمها، لكن أمرك لا يزال يهمني، لأننا حتى وإن افترقنا سنبقى أخوة. روح اسمع يا أخي اسمع جيتي عندي أنا اسمع. خلاك عجيتي عندي اسمع أنا بحكي لعبة تتسلم أنه هو أجي عندي هو ماشي يسمح بي هو اللي خلاني يجينا هو اللي يزدي عندي باش يجينا ماشي راجل هذا اللي خلاك جي تشوفيني وسط الناس لا هو اللي عرف قصدك كيفاش دايرة هو اللي سألتني ما يخليك جي عندي عبد الرحيم عبد الرحيم خليني كمل الرسالة سلمى ما بقى تحكي أنت إذا بتحكي بتطلعي من الاستوديو خلص بلك صحيح أنا متزوج الآن لكن أمرك لا يزال يهمني لأننا حتى وإن افترقنا سنبقى إخوة وهذه هي الحقيقة التي أخفيناها عنك فأنت أخي في الرضاعة وهذا أمر لا يمكننا تغييره أنا أكبر منها كيف هي أختي وأنا أكبر منها كيفاش هي أختي كيفاش هي أختي وأنا أكبر منها قديش أكبر منها أنا أكبر منها أنا أكبر منها في السن كيفاش هي أختي وأنا أكبر منها في الرضاعة كم سنة أنا أكبر منها بست سنوات عبد الرحمن طيب رضعت من نفس الوقت ما رضعتش منها ولا ما رضعتش من امي ما اصلا انا اكبر منها بست سنوات ماشي ما يمكنش تكون رضعت عبد الرحمن لا تكذب انا اكبر منها طيب هي مش اسمها هلا ما تنسم انت ما تزعل روق عبد الرحمن هي جاي بس تكذب جاي تطالب هي كذاب عليك أنا هي هذه الشيطانة هذه الكذوب 10 زر هذه الكذوب 10 زر اخويا فوضى اول كلمة ما رضعش معايا انا تمام اخويا بزاف اسمع اسمع عبد الرحيم عبد الرحيم هلا هني عم بتقول هي وامك امك عم بتقلها لازم تحكي معك وتقلك انه انت انه اخوها بالرضاعه هلا مش ضروري تكونوا عم ترضعوا بنفس الوقت عرفت كيف بجوز امك او امها مرضعه مرضعتكم ما بعرف مين مرضع مين سولها قول شكون مرضع هي كنت كذب اصلا ما غتعرفش لا درجه ما مرضعتش ماما انا وياك خد جام رضع مع اخويا اسامه عبد الرحيم طيب خلينا نسمع جام رضع مع اخويا اسامه وكونك انك عبد الرحيم هي يكون هي مزوجه البنت هي متزوجة وزوجها قال لها روحي اعتذري من عبد الرحيم وقال لها خلي يعرف الحقيقة هني فصلت عنا انا على قبل هاد السيدة وليت كنكمي كنشرب كنضحك على دريات انا علاش جيت لينا عبد الرحيم غير سمعني علاش جيت لينا سول ماماك عبد الرحيم جوج بها ولا سول ماما كل العام كنهضر معاها في التليفون شهر سنين عبد الرحيم صيفطها بحالها على قبلها هي ايه حيت انا كنت كن طيب حاجه ما كنقدرش نجيبها ليها وكنجيبها ليها انت راح تعرف كندير بزاف الحوايج على قبلها عبد الحريم يعني هلا راح تعرف الحقيقه انه هي اختك في الرضاعه خلص عرفنا الحقيقه لا انت مش معترف بها شيء لا ما كايناش اختي في الرضاعه انا اكبر منها ما لو كان لو كنت اكبر منها يا اخي امك مرضعتها ما يمكن سول شكون هي فين اختي في الرضاعه او امها هي مرضعتك لا ما رضعتنيش امها لا ما رضعتنيش عبد الرحيم ما رضعتنيش أما مي ما رضعتش أما ما رضعتش سول خالتي فاطمة سول هي أنا كل اللي طيب. قلت لها دابا على قبل عادي يا سلمى عادي يا سلمى أنا غتقول لك ما تقولش أنا كنت دابا لما جيت لهنا من المغرب لمصر جيت باش نقول لك سلمى عادي يا سلمى خلاص ما في داعي لكل هالشيء أنت تزوجتي وعندك حياتك وجاي غير سمح فيها جات تشوف اسمع لا شوف خلص غير سمح فيها لا ما سمحش فيها هو جات عندي انا ما سمحش فيها بالعكس هو اللي سالتني باش نكون انا هنا هو حيوان حيوان تربيه شهر وتسمح فيه يخلي اي شهر تخليه ما توكليه ما والو ما تمشيش عنده يسمح فيك ماشي عامين يخليك انت ما يعيط لك ما يسول فيك ما يقول لك حتى شي حاجه تلقى دابا يجي يقول انا اخوك ما يتزوج ديالي انت مش عايزه منك شيء انا عارف جاي تقول لك انه انت اخوها بالرضاع وما بدها منك شيء لا بدها تتزوجها ولا بدها ترجع لك ولا بدها شيء ما بغيتش نبقى نسمعها ونشوفها خلاص من فضلك والله بدك تمشي؟ ايوه ما راح تسمع من فضلك والله انا بدي اشكرك انك جيت شكرا وعذرنا على المفاجاه كنا حابين تكون مفاجاه حلوه بس انت مجروح والله حتى باش نشوفها ما الله يرحمها بسيطه شكرا بسيطه معذور حبيبي الله يبارك وانت عذرنا الله يبارك اوكي فيك. عبد الرحيم الله معك يبارك شكرا. الله معك الله معك معك ربو؟ عندك ربو؟
سلامتك. سلمى عندك ربو سلمى؟ أصب؟ يعني أنا كنت متوقع هالشي يا سلمى، لأنه خلص كل واحد منكم بحياته وأنت مش راجعة. خلص خلص خلص، أنت حكيتي اللي لازم تحكيه. هلأ طالما رح ترجع على المغرب اسمعيني، لما ترجع على المغرب وطالما في علاقة مع أمه، خلي أمه هي تقله الحياة، وأنت خلص خليكي مع زوجك وعيشي حياتك، وانتهت القصة بينك وبينه خلاص، طالما هو مش معترف انك اخته بالرضاعة. هو مش معترف. وانت مين قال لك انه اخوه اخوك بالرضاعة؟ انا وناجي خطبني من دعمنا تلاقوا الاهل. الاهل تلاقوا؟ تلاقوا الاهل ديالي والاهل ديالي. مين كان يرضع الثاني؟ امي كانت ترضعه؟ امه كانت فاش يلاه ولداته كانت عندها مشكل ورضعته الام ديالي ملي خرجوا. خلص حلوها بالمغرب، خلي امه تقول له انه اخوك بالرضاعة وانتهت القصة. نحن هون ما الرجل تفاجأ وردت فعله قوية وخلاص، وانت ما تبغي منه شيء، يعني ما بدك ترجعوا مع بعض، انت متزوجة وديري بالك عم من زوجك، متشكرك على ثقتك وحاولتي انك تحلي هالمشكلة معنا بالاستوديو، بس ما صار، ما حصل، مش بإيدنا. على كل حال خدي بالك من نفسك، من الأسمة تبعك، وانت عصبية شوي، من وقت ما جيتي ما وقفتي الهز. اوكي يلا شكرا. وسلمي على زوجك لانه هو قال مش راجل، انا بلاقيه راجل، انه سمح لك تجي وتقابلي. اوكي يلا شكرا شكرا شكرا. مع السلامة. شكرا مع السلامة. شكرا. هيدي اول قصة بتصير معنا من هذا النوع، يعني على كل حال اجت الست ما عارفين شو بدها منه، بدها بس تعتذر وترجع العلاقة علاقة الصداقة. ما اعترف انه اخته بالرضاعة، شو بدي اعمل؟ يعني ما فينا، ماني ملاقي حل، ماني ملاقي اني في مشكل كبير ولا ملاقي انه في حل. على كل حال انتهت كما يجب ان تنتهي هذه القصة، كل واحد رجع على بيته بيدبروا حالهم هني بالمغرب. انا بلتقيكم ان شاء الله بحلقة جديدة من المسامح كريم.